بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله المكرونه المكنه تشيز. عندنا حله على نار متوسطه فيها معلقتين كبار زيت، وهنحط معلقتين كبار بصل متقطع صغير، وهنقلب البصل حوالي نص دقيقه بس. بعد كده هنضيف كوبايه شوربه فراخ او كوبايه ميه عاديه، وهنضيف ربع كوبايه حليب، وهنهدي النار شويه، وهنضيف نص كوباية جبنة شيدر أحمر مبشورة، وهنقلب لحد ما الجبنة تسيح تماما معانا، وهنضيف رشة كركم صغيرة وهنقلب. بعد كده عندنا مكرونة بأي شكل تكون مسلوقة نص سلقة، وهنضيف المكرونة ونقلب. هنقلبها بالراحة على نار هادية حوالي دقيقتين لحد ما المكرونة تنزل النشا بتاعتها وتظبط قوام الصوص، وخلاص كده الصوص ابتدى يتقل معانا. وخلاص كده المكرونة جاهزة معانا، وهنقدمها بالشكل اللي احنا عايزينه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جداً.